مساكم الله بالخير مشاهدي برنامج كلنا مسؤول، ليأتيكم يوميا الساعة الخامسة مساء، وكذلك بالتزامن يبث إضافة إلى عرضه على قناة السعودية على إذاعة الرياض والثامنة. اللي ما مدى يشوفنا يمكن يشوفنا إن شاء الله على قناة SBC. خلونا نبدأ كالمعتاد بموجز لأهم ما جاء في المؤتمر الصحفي اليوم لوزارة الصحة، حيث أعلنت الوزارة عن تسجيلها 1088 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد COVID-19، وتسجيل 5 حالات وفيات رحمهم الله جميعا، وتسجيل 69 حالة تعافي، ليصبح مجموع الحالات المتعافية 1398 حالة ولله الحمد. أمر آخر، يعني الهيئة العامة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد تواصل عملها الدؤوب، يعني حتى ونحن في ظل أزمة كورونا. قبل أيام كان منها إعلانا هاما عن يعني كشفها لبعض قضايا الفساد، يعني كانت في لحد القضاة وذكر تفصيلها، والآن كذلك ستعلن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن هذا البيان. شكرا لتواصلهم معنا وتجاوبهم كذلك معنا. رحب بالأستاذ أحمد بن علي الحسين المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، حياك الله أخوي أحمد. اهلا، حياك الله. هلا اخي العزيز. يعني ما شاء الله عليكم، حتى احنا في الاستنفار وكل الجهات في أزمة كورونا تواصلون عملكم. والله ما في شك، طبعا ما تم اتخاذه من اجراءات وتدابير احترازيه لمنع تفشي الفيروس، ومنها مثل ما تعلم تعليق الحضور لا يعني توقف العمل بالهيئه، الهيئه تباشر اعمالها وتمارس اختصاصاتها، ومنها ما قامت به وتقوم من اجراءات تحريات وضبط وتحقيق مثل ما ورد في البيان السابق والتصريح الحالي. طيب اليوم في هيئه في يعني يعني مباشرة لعدد من القضايا الجنائية، وعندكم إعلان، لو تعطينا موجز لهذا الإعلان. طبعا التصريح بخصوص الوقائع اللي حصلت، طبعا هي واقعتين. الأولى تمثلت في استغلال بعض القياديين أو اثنين من القياديين في وزارة الصحة للعقود اللي تبرمها الوزارة لتوفير السكن للمواطنين العائدين من الخارج المملكة لقضاء فترة الحجر الصحي. نعم. في طلب عمولات كرشاوة من أصحاب عدد من الفنادق ومعهم أيضا وسطاء في الموضوع، وتم بفضل الله يعني بعد ما ورود هالمعلومات قامت الهيئة بإجراء تحرياتها وإجراء تحقيقاتها اللازمة، وتم ضبط القياديين وضبط الأشخاص المتورطين معهم، وتم أيضا كذلك أثناء التحقيق توصلت الهيئة إلى قيام أحد قياديين من وزارة السياحة أيضا بتعمد مخالفة الأنظمة والتعليمات وتفريط المال العام من خلال تمرير عرض أسعار مبالغ فيه مقدم من أحد الفنادق لتوفير سكن المواطنين العائدين من الخارج. هذه الواقعة. والواقعة الأخرى تمت طبعا بالتنسيق مع شرطة منطقة الرياض، قبض على أحد الموظفين وأحد العسكريين ومعه أيضا اثنين، قاموا بتزوير أحد التصاريح المسموحة بالمرور أثناء فترة حظر التجول، وزوروا 31 تصريح، وحاولوا شروع في بيعها بمبلغ 3000 لكل تصريح. يعني كيف توصلتم في الهيئة لاكتشاف هذه الجرائم بالرغم يعني من يعني هذه الأزمة، يعني وسرعة الوقت، يعني عيونكم فتحة يعني على أي أحد يمكن يستغل هالأزمة؟ والله مثل ما قلت لك أخوي، في البداية طبعا الهيئة تعمل بكافة كوادرها في مثل هالمعلومات. الواقعة الأولى كانت بناء على المعلومات، وتم التأكد منها والتحقق منها وإجراء التحريات اللازمة وضبط جميع المتورطين، واعترفوا بما نسب لهم جميعهم، والآن الهيئة بصدد استكمال إجراءات نظامية لحالتهم للقضاء. يعني الواقعة الثانية كانت أيضا بجهود وتنسيق من شرطة منطقة الرياض. يعني هذه الجرائم يعني فيها فساد مالي وإداري، فيها يمكن استغلال نفوذ كذلك، فيها موضوع استغلال العقود، في تفريط بالمال العام، رشاوة، تزوير، يعني يمكن هل هذه الجرائم احتوت على يعني كل هذه الأركان؟ صحيح. بالنسبة للواقعة الأولى فيها طبعا تمثلت في استغلال نفوذ وظيفي وسوء استعمال إداري ورشوة واستغلال العقود اللي تبرمها وزارة الصحة لتوفير السكن للمواطنين العائدين من خارج المملكة.
هذه كلها الوقائع، هذه طبعا مجرمه ومعاقب عليها بموجب المرسوم الملكي 43 وموجب نظام مكافحه الرشوه. الواقعه الاخرى اللي التزوير، طبعا فيها واقعه تزوير وفيها ايضا واقعه تفريط في المال العام، وهذه ايضا مجرمه بموجب نظام الجزائي لجرائم التزوير والمرسوم الملكي 43. طيب كيف كان تعاون الجهات، يعني وزاره الداخليه اخص وزاره السياحه وزاره الصحه، كيف تعاونوا معاكم بشان هالجرائم؟ طبعا الهيئه بلا شك لمست تعاون كبير من تلك الجهات على اعلى مستوى، تمثل في صاحب السمو الملكي وزير الداخليه، معالي وزير الصحه، معالي وزير السياحه، كلها تدعم جهود الهيئه في مكافحه الفساد المالي والاداري بكافه مظاهره واشكاله. واؤكد فيها يعني بهالصدد ان ما قام به الموظفون المتورطون في تلك الجرائم من ممارسات لا يمثل الجهات اللي ينتسبون اليها، الجميع ننبذ هذه الممارسات. طيب المواطنين وشركتكم وشركتهم معكم في الإبلاغ عن أي حالة اشتباه بفساد، سواء كان فساد مالي أو إداري أو حتى كان لو كان بعد حتى من ضمنهم موظفين يعملون، كيف دورهم، كيف يمكن كذلك أن يكون دورهم بعد كبير في هالفترة؟ بلا شك المواطنين والمقيمين يعني شركاء، نعتبرهم شركاء للهيئة في دعم جهودها الرامية لمكافحة الفساد المالي والإداري بكافة صوره وأشكاله، وأيضا يدعمون جهود الدولة المبذولة الآن أيضا في هالمجال، فهم شركاء بلا شك. جميل، شكرا جزيلا أستاذ أحمد الحسين المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد. يعني خلنا نقول فاسدي الأزمات نسميهم، حنا نسميهم فاسدي الأزمات، يعني أي واحد تسول له نفسه أن يستغل هذه الأزمة بأي فساد، سواء كان فساد إداري أو مالي، عيون الأخوان الله يعطيهم العافية في الهيئة الرقابة ومكافحة الفساد لهم بالمرصاد، وحنا بعد كذلك شركاء، متى ما رأينا أي اشتباه أكيد أنهم يرحبون بأي تواصل بما يضمن أكيد للإنسان إن شاء الله سلامته، هذا دور وطني كبير نكون شركاء معهم. شكرا لهم الله يعطيهم العافية، ويعني حربنا ضد هالفيروس يعني في أوجها، وحربنا ضد الفساد قد ابتدأت ومستمرة وباقية كنهج أعلن عنه الأمير محمد بن سلمان يوم قال لن ينجو من الفساد كائنا من كان، أي أحد شارك في أي عملية فساد. من يعطيهم العافية. خلونا نروح لخبر ثاني. دشن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني بالرياض اليوم منصة نافذة الإلكترونية اللي تتيح للأفراد والمنشآت خدمات إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونيا في بيئة آمنة وموثوقة. هذه المنصة تمكن من التعامل مع سندات التنفيذ إلكترونيا بدءا من خدمة السند للأمر الإلكتروني في المرحلة الأولى، وفيها يستطيع المستفيد إصدار السندات والموافقة عليها ومتابعة حالاتها والاطلاع على تفاصيلها في أي وقت، وترتبط بوزارة العدل ومحاكم التنفيذ تيسيرا على المستفيدين. خلونا نعرف يعني تفاصيل اكثر معنا الاستاذ محمد المطلق المتحدث الرسمي لوزاره العدل. شيخ محمد حياك الله معنا. اهلا وسهلا، مساك الله بالخير. يا هلا بك، حدثني عن هالمنصه يعني وايش ستقدم من خدمات خاصه في هالفتره اللي كل تعاملاتنا اصبحت فيه الكترونيه. جميل، سعت وزاره العدل الى اطلاق عدد من المشاريع والمبادرات التي تسهم في تحسين جوده الخدمات المقدمه للمستفيدين في جميع قطاعاتها، سواء كان ذلك في القضاء او التنفيذ او التوثيق. وإيمانا من الوزارة بأهمية تلك المشاريع لما تقدمه من خدمات لعموم المستفيدين، وجه معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد محمد الصمعاني بإطلاق منصة نافذة الإلكترونية، وهذه المنصة الرقمية هي الأولى التي تقدم خدمات إنشاء وحفظ سندات التنفيذ إلكترونيا لتوفير بيئة وقائية رقمية لسندات التنفيذ تحفظ الحقوق لجميع الأطراف. تبدأ المنصة بخدمة السند لأمر الإلكتروني، طبعا في المرحلة الأولى فيها يستطيع المستفيد إصدار السندات والموافقة عليها ومتابعة حالتها والاطلاع على تفاصيلها في أي وقت. ترتبط مباشرة بمحاكم التنفيذ ووزارة العدل، وتصبح مراجعة سندات التنفيذ إلكترونية، إضافة إلى رفع جودة الخدمة عبر تسجيلها في المنصة وحفظها من التلف والضياع وتقليل نسبة التزوير والمنازعة في التنفيذ، إلى جانب أيضا تحفيز السداد المبكر من خلال الإشعار للمدين قبل تحويل السند إلى المحكمة. كل هذه الخصائص والمزايا لهذه المنصة
ستسهم في تعزيز مبدأ الشفافية والعدالة والموثوقية، وستساعد أيضا على سرعة إنفاذ تلك السندات والعقود بإذن الله تعالى. في هذه المرحلة وفي هذه الظروف وإتاحة العمل عن بعد، أيضا تكون لهذه المنصة قيمة إضافية أنها تمكن الأطراف من التعامل عن بعد من خلال هذه المنصة، وتقوم أيضا محاكم التنفيذ بمراجعة وتدقيق هذه السندات بشكل إلكتروني، أيضا يضمن المستفيد فيها من أن هذه السندات التي تم توقيعها من قبل المنصة سندات سليمة ومكتملة الشروط الشكلية وفق ما نص عليها النظام. جميل. وكذلك تكون المراجعة تلقائية إلكترونية دون الحاجة إلى التدخل البشري. طيب شيخ محمد، هذه معناته أنه قد تصدر أحكام يعني تنفيذية من خلال هذه المنصة؟ القضاة قد يصدرون أحكام تنفيذية؟ طبعا السندات التنفيذية إذا قدمت وكانت عن طريق المنصة فهي تكون مكتملة الإجراءات الشكلية، وفي الموعد المحدد للسداد الذي يتفق عليه الأطراف تصدر بناء عليها قرارات التنفيذ. يعني محكمة التنفيذ مستمرة في عملها لكن المرة إلكترونيا، صحيح؟ صحيح. طيب موضوع دورها هالمنصة في انه ما يعني حفظ الاطراف من العبث بالاوراق التجارية، خلينا نتكلم انه احيانا بعض السندات خاصة سندات الامر يصير فيها احيانا تلاعب، خاصة انها اوراق ورقية ويمكن تعديل تغيير عليها وغيرها، كيف يمكن هالمنصة تضمن انه مكافحة انه احد يعبث او يتلاعب او يزور في هالسندات؟ مثل ما ذكرت لك يا أخي الكريم قبل قليل لما ذكرت أن مزايا هذه المنصة أن جميع السندات الموجودة فيها تتم أو تكون بهيكلة موحدة وفي نماذج موحدة تضمن تحقق الشروط الشكلية للسندات التنفيذية، بمعنى أن هناك عدد من السندات التنفيذية التي يبرمها الأطراف فيما بينهم في حال التعاقد تقدم بعد ذلك إلى محاكم التنفيذ، فتنظر المحكمة إلى السند التنفيذي ويتضح أن هناك يعني إجراء ناقص أو خطأ في شكل السند التنفيذي مما لا يمكن معه التنفيذ وفق نظام التنفيذ، ويحال إلى المحاكم لتنظر كدعوى موضوع، وهذا لا شك أنه أيضا يطيل أمد التقاضي ويعطل أو يؤخر بعض الإجراءات بناء على أن السند غير مكتمل من الناحية الشكلية. أيضا هناك بعض الدعاوى التي يقدمها الأطراف في السندات التنفيذ إذا قدمت لدى محاكم التنفيذ يذكر أن سند التنفيذ وقع فيه تزوير في التوقيع أو يقول أن هذا التوقيع ليس بتوقيع وبالتالي هو مزور، فتنظر منازعة لدى محكمة التنفيذ. هذه الإشكالات التي قد تعطل وتعيق التنفيذ بناء عليها وجود هذه السندات في منصة إلكترونية رقمية تتحقق من توافر الشروط الشكلية للسند التنفيذي، وأيضا تتحقق من هوية الشخص الذي قام بتوقيع هذا السند والموافقة عليه، تضمن سهولة وأيضا تنفيذ السندات بشكل مباشر دون الحاجة حتى للتدخل البشري وإنما عن طريق المراجعة الإلكترونية. جميل، شكرا لك الشيخ محمد المطلق المتحدث الرسمي لوزارة العدل. فاصل وبعد الفاصل لنعوده. يا أهلا فيكم من جديد، خلوني أرحب بضيوفي عبر السكايب اللي بيكونوا معنا إن شاء الله في ثنايا الحلقة، الدكتور معد الساعات المدير التنفيذي لمركز المحاكاة وتنمية المهارات بجامعة الأميرة نورة، كذلك الرائد عبد العزيز الشمري المتحدث الرسمي للدفاع المدني في تبوك، وبيكون معنا إن شاء الله الأستاذ مشاري المالكي مدير التشغيل في منصة وتين للتبرع بالدم، وأروح أطير للشرقية لمراسلنا هناك حسين السلطان المتواجد ومع ضيف كذلك من الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بيتحدث عن استمرارية عملية الصناعة في ظل جائحة كورونا في المدينة الصناعية في الجبيل. حسين، صوت والصورة لك مع ضيفك. نعم يا خالد، أنا أدعو كل من يشاهدنا الآن أن يطلع ولو جزء بسيط، يدخل على المنصة الإلكترونية ويشاهد الصناعات في المملكة العربية السعودية، راح يشوف ما هو اطمئنان فقط يا خالد، راح يفتخر بأنه مواطن سعودي ويعيش على هذه الأرض الطيبة. اليوم يا خالد أنا أقف على أكبر مدينة صناعية في العالم، شيء يعني من الفخر كبير يا خالد. لما نتكلم يعني كثير الآن من اقتصادات العالم قاعدة تنكمش وتقل اقتصاداتها وبعض المصانع تقف، لكن هنا في الهيئة الملكية يا خالد استمرار لعقد الصفقات، تخيل في ظل هالجائحة استمرار لعقد الصفقات، هنا في الهيئة الملكية بالجبيل ما زالت المصانع تعمل وفق الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها الهيئة الملكية بالجبيل، وتصنع المواد الأساسية اللي تقدمها لمصانعنا في المملكة العربية السعودية وأيضا مصانع العالم في شتى أنحاء العالم يا خالد.
لنا الفخر بأن يكون منتجاتنا كلها صنعة في المملكة العربية السعودية، لنا الفخر يا خالد بأن مصانع في دول العالم تنتظر منتجاتنا حتى تستكمل صناعاتها. وللحديث أكثر يا خالد، أنا يسعدني أن ألتقي في هذه الدقائق مع المهندس محمد الزهراني، مدير الاستثمار الصناعي بالهيئة الملكية بالجبيل. مهندس محمد، فخر كبير أنا أقف في أكبر مدينة صناعية في العالم. هذا المسمى بحد ذاته له مدلولات كثيرة، يعني أنت الآن بداية كمهندس وأيضا مدير الاستثمار الصناعي، يعني وأنت تعمل على هذه المنصة العظيمة في الهيئة الملكية بالجبيل، ماذا تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا سأل الله أن يزيل الغمة عن البلاد والعباد. طبعا الهيئة الملكية بثقة من الحكومة الرشيدة اليوم تدير 4 مناطق مدن صناعية في المملكة بحجم يتجاوز 2000 كيلومتر مربع، ومن ضمنها مدينة الجبيل الصناعية كما ذكرت وتفضلتم بأنها واحدة من أكبر المدن الصناعية البتروكيماوية في العالم. وهذا يعني بلا فخر، إحنا نمثل مساهمة كبيرة في الناتج العالمي فيما يتعلق بصناعة البتروكيماويات. الحمد لله يعني حجم الاستثمارات في مدن الهيئة الملكية قد يتجاوز 1 تريليون ريال اليوم، وبالتالي تأثر هذه المصانع أو إيقافها قد يكون له عواقب وخيمة على الصناعة البتروكيماوية على مستوى العالم. مهندس محمد، يعني منذ إنشاء الهيئة الملكية بالجبيل عام 1975 إلى اليوم، الهيئة والمدينة الصناعية بالجبيل قاعدة تتطور، الجبيل 1 الجبيل 2، لكن اليوم ونحن في ظروف استثنائية، يعني وفي ظل هذه الاحترازات الهيئة الملكية ماذا عملت حتى تكون هناك احترازات وحتى تستمر هذه الإمدادات لمصانعنا داخل المملكة وأيضا مصانع العالم؟ ولله الحمد، يعني منذ بداية الجائحة كان في توجيه من معالي رئيس الهيئة الملكية ورؤساء التنفيذيين بإصدار ضوابط العمل في مدن الهيئة الملكية، وبالنظر كذلك إلى الوضع الاقتصادي واستمرارية العمل. الحمد لله يعني الهيئة الملكية يمكن كانت سباقة من قبل الأزمة فيما يتعلق بالعمل عن بعد، ولدينا ولله الحمد يعني منظومة في تقنية المعلومات تسمح للهيئة الملكية بالعمل بطاقة قصوى، وما يقارب 90% من الأعمال تتم أيضا كذلك عن بعد. زي ما تعرف الصناعات لا تتوقف، واليوم الصناعات متطلباتها كثيرة وبشكل يومي، ولذلك لابد من أن احنا نلبي هذه التطلبات ونلبي تطلعات الصناعات بشكل مستمر. الحمد لله حتى يعني أنه اليوم أقدر أقول لك أنه الاستثمارات الجديدة الآن التي يعني عادة يمكن تشوفها في معظم دول العالم قد توقفت الاستثمارات، بل العكس يعني حتى توقفت المصانع المنتجة، ومع ذلك ولله الحمد خلال الفترة السابقة يعني الأسبوعين أو 3 السابقة استطعنا أن نرفع توصيات إلى الإدارة العليا في الهيئة الملكية للموافقة واعتماد مشاريع تقدم فيما ما يقارب 28 مليار ريال. إذن هذا دليل اللجنة العالمية للتصنيف العالمي للصناعات صنفت المملكة بمراحل متقدمة خلال الأسابيع الماضية. مهندس محمد، أنا عندي حديث كثير حقيقة، لكن أنا اختصار الوقت حتى أيضا زميلي خالد ينتقل لضيوفه في الاستديو، لكن أنا وكل مواطني المملكة العربية السعودية ننظر إليكم أنتم مؤتمنين على صناعاتنا وعلى مواردنا الطبيعية وعلى مكتسباتنا. إذن هذه تحية لكل مواطن سعودي، ومن يشاهدني الآن عبر برنامج كلنا مسؤول نقول لكم أيضا أنتم شركاء وشكرا لك. الله يعطيكم العافية وبارك فيكم، وإن شاء الله ما تكون الزيارة الأخيرة وتأتون إن شاء الله يعني مستقبلا. إذن زميلي خالد، هذه رسالة أنا أودي لكل مواطن سعودي وكل من يشاهدني حقيقة، يعني كمية الاعتزاز عندما ادخل يا أخي على مواقع التواصل الاجتماعي، ادخل في السوشيال ميديا، انظر إلى صناعات بلدك، إلى إمكاناتها يا خالد، هذا شيء يدعوك إلى الاعتزاز ليس إلى القلق. سوف نخرج من هذه الأزمة إذا بمزيد من الفخر يا خالد. بإذن الله. شكرا لك حسين سلطان مراسلنا من الجبيل، وواصل الحقيقة يعني القصص اللي يعني تزودنا فيها دائما، وجهودكم في الميدان بالتأكيد هي يعني لبنة أساسية في بناء برنامجنا كلنا مسؤول. شكرا لك، وأكيد نفخر بالهيئة الملكية الجبيل، ينبع، سابك، أرامكو كان لما زيادة الإنتاج كانوا يعني استنفار كبير، سجلوا قصة بطولة الفترة الماضية، وما زالوا كذلك كل العاملين في أرامكو، يعني كل من يعمل للبلد في ظل هذه الأزمة ولأجل البلد ويقدم كل ما لديه
حقيقة يمكن هذا واجب وشيء تجاه الوطن وشيء نشيد فيه ونفتخر فيه أننا يعني الحقيقة يعني بالشدة والرخاء أعطانا الوطن وكل لا يتوقف. خليني أرحب بضيوفي ويمكن يعني أعيد يعني الحديث يمكن مع أبدأ مع الدكتور معد الساعاتي. دكتور يعني الحقيقة ودي بس يعني يمكن اليوم تكلم عن مبادرة جامعة نورة يعني لما سوت فرضية محاكاة للواقع للمصاب بفيروس كورونا بهدف إطلاق دورة تدريبية عن بعد، وهذه كانت من مركز المحاكاة وتنمية المهارات السريرية بالجامعة. وش قبل ما نبدأ نتكلم عن المبادرة يعني هذا المركز وش فكرته وش دوره وش يقدم؟ حلو، الله يبارك فيك، السلام عليكم جميعا، الله يحفظكم، وشكرا على المبادرة هذه الرائعة التي نتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين وحماية جميع أبناء الوطن بإذن الله تعالى والعالم. مركز المحاكاة أخي العزيز هو يعتبر زي ما كان في الجبيل أكبر مراكز تصنيعية في العالم. مركز المحاكاة اللي موجود هنا في جامعة الأميرة نورة وفي الرياض بشكل خاص يعد أحد أكبر مراكز المحاكاة عالميا، حيث تبلغ مساحته تقريبا 28500 متر مربع، تكون من 4 طوابق ما شاء الله تبارك الرحمن، 8 غرف عمليات، تعتبر كأنها مستشفى مصغرة تدريبية للمتدربين، 8 غرف عمليات، 10 غرف عناية مركزة، بيناتها كمان غرف طوارئ وغرف تنويم. جميل. ويضم المركز كذلك عدد ما شاء الله تبارك الرحمن من الدمى عالية الجودة الهاي فيداليتي تقارب إلى 227 دمية لتدريبية للإنعاشات الأولية، لإجراء العمليات الجراحية، لإجراء التدريبات الخاصة للناس المبتدئين والمتخصصين بجميع التخصصات، جراحة العظام، جراحة الأوعية، جميع التخصصات، لكي ننشئ جيل بإذن الله تعالى يوافق المعايير العالمية والتدريبات العالمية إن شاء الله تعالى على جميع المقاييس. دكتور تقولي هذا أكبر مركز محاكاة افتراضية عالمي في العالم؟ نعم، أحد أكبر المراكز العالمية إن لم يكن أكبرها تقريبا. جميل. في الشرق الأوسط إحنا أكبر ناس. طيب عطني الآن وش يقدم، طيب وش يعني والمبادرة اللي أعلنتم عنها يعني في موضوع الفرضية الطبية لمحاكاة المصاب بفيروس كوفيد 19؟ اولا المركز يقدم دورات تدريبيه عالميه الله يحفظك، زي الاسعافات الاوليه، زي اصابات طب الطوارئ كمان، ويقدم كمان دورات تدريبيه لطلاب الجامعات والطلاب الذين يتطلبون التخصصات الدقيقه كذلك، من في المستقبل كمان في القريب العاجل مثل جراحه الروبوت والجراحات المتقدمه جدا من ناحيه العالم. هذا رقم واحد. من ناحيه المبادره هذه اللي قمنا فيها عندنا احنا في المركز، هذه كانت فرضيه من مجهود من الشباب الموجودين عندنا في المركز، كانت تدعو إلى تستهدف المتدربين الصحيين في المجال الطبي والراغبين في معرفة ما هو فيروس كورونا وكيف يتم التعامل مع المرضى بشكل عام وفق الخطط والتعليمات المقررة الطبية، وبمشاركة ممرضين واستشاريين متخصصين في هذا المجال ومن قبل مستشفى الملك عبدالله الجامعي في جامعة الأميرة نورة. يعني تستهدفون الممارسين الصحيين ذكورا وإناثا؟ نعم. مجانية هذه الدورة الافتراضية؟ طال عمرك هذه دورة مجانية، أوكي، بس طبعا على كل الراغب في حضورها يجب بس إنه يشارك ويضع اسمه في الموقع ويتم عرض الفيديو بشكل تعليمي على الأكاديمية الطبية الافتراضية أونلاين فور فري للجميع إن شاء الله تعالى. جميل، حرجع لك يا دكتور. خليني أروح للرائد عبد العزيز الشمري. الدفاع المدني أطلق مبادرة يعني عبارة عن حملة توعوية إعلامية بعنوان سلامتك بمنزل لك غايتنا، وهذا يدعوني يمكن اوجه سؤال للرائد. هذه يعني يمكن الناس الان متواجدين في بيوتهم في موضوع يعني منع التجول وكذلك لزوم المنازل والعزله المنزليه كجهود او كالتزام بالاشتراطات والتوجيهات حتى نواجه هذا الفيروس. ليش بمثل هالوقت اطلقتم هالحمله وايش تستهدفون بعد من خلالها؟ طبعا السلام عليكم اخوي خالد والاخوه المتواجدين معنا والساده المشاهدين. طبعا في 5/4/2020 اطلقت المديريه العامه للدفاع المدني مثل ما تذكرت حمله توعويه في جميع مناطق المملكه. هذه الحمله تحت شعار سلامتك بمنزلك غايتنا.
في الحقيقة هذه الحملة تكون غالبها تكون توعوي إعلامي بالمشاركة مع جميع الجهات المساندة لنا دائما وأبدا، مثل وسائل الإعلام وأيضا الجهات الحكومية الدائما المشاركة معنا، كذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، الحسابات الرسمية للدفاع المدني من خلال منصاتها الستة. يتم استغلال هذه الوسائل كل جميعها في توجيه الرسائل التوعوية وبث الرسائل، هذه الرسائل التي تخدم رفع نسبة التوعية لدى المجتمع، خاصة في هذا الوقت مثل ما ذكرت. هذا الوقت الآن أغلب الأسر طبعا هناك غير معتاد عليها الأسر، إن كان هناك الأغلب إذا ذكرنا هناك يكون 15 ساعة فما أكثر من 15 ساعة في الجلوس في المنازل. فخلال هذا الوقت يكون هناك بعض المخاطر اللي قد تواجه الأسرة من خلال استخدام بعض الوسائل. طيب وش المخاطر يعني بوجهة نظركم بالدفاع المدني التي يمكن تواجه الأسرة في بيوتهم، خاصة أننا الآن يعني في فترة انتقالية من فصل الشتاء إلى فصل الصيف، واستخدام المكيفات على سبيل المثال بكثرة وغيرها؟ طبعا هذا 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 هدف الحمله الرئيسي للامانه، انه توصيل المعلومات، توصيل المعلومه لجميع فئات المجتمع وخاصه الاسر في منازلهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في حسابات الدفاع المدني، او من خلال وسائل الاعلام، او من خلال الاعلام الرياضي، او وسائل الاعلام الاعلام المرئي المقروء في جميع الجهات اللي احنا نقدر نستغلها في توصيل هذه الرسائل. طيب انا ابغى وش هي الرسائل؟ الناس يتابعونا الحين في برنامج كلنا مسؤول في بيوتهم اخوي عبد العزيز، فوش الرسائل توجهونها لهم؟ طبعا احنا طبعا من خلال منذ انطلاق الحمله هناك محتويات، او هناك تم عمل بروشورات توعويه، افلام توعويه، جميع هذه الرسائل تكون محتواها وجه الأسرة من خلال تحذيرهم من المخاطر التي قد يواجهونها داخل المنازل. من ضمن هذه المخاطر مخاطر كهربائية، مخاطر داخل المطبخ، مخاطر آلات الحادة أثناء استخدامها عند الأطفال. جميع هذه الوسائل، جميع هذه المخاطر يجب أن يكون مكافحتها من خلال توفر وسائل السلامة المنزلية، من خلال توفر طفاية الحريق أو كاشف الدخان أو البطارية الحريق إن كان هناك عمليات تسرب الغاز. أشدد دائما وأبدا هناك أغلب الحوادث المباشرة في الدفاع المدني دائما ما تكون حوادث منزلية، والأسباب التي تؤدي إلى الحوادث المنزلية إما تكون أسباب مباشرة أو غير مباشرة، يعني إذا كان الأسباب تكون الالتماسات الكهربائية أو من خلال استخدام التوصيلات الكهربائية الرديئة وعدم مطابقة المواصفات والمقاييس. جميع هذه الأسباب قد قدمت وفصلت من خلال حسابات الرسمية ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام بطريقة فنية وبطريقة مرئية، بحيث أنه يكون متوفر لجميع الأسر داخل منازلهم. طيب أنا ودي بس الزملاء بس معلش أخوي عبد العزيز أنا بطلع فاصل، بس ودي الزملاء يطلعون إن شاء الله بعد ما نرجع حساباتكم في مواقع التواصل الاجتماعي، ودي أسألك حتى سؤال تجيبني عليه. هل إطلاقكم لهالحملة ومع بقاء الناس منازلهم انبنى على أنه فعلا سجلتم أرقام أكثر من تسجيل حوادث أو مخاطر داخل البيوت باشرتموها؟ بعد الفاصل. من بداية الأزمة بدينا ناخذ احتياطاتنا، فكرنا من وين نجيب معقمات، كمامات وقفازات، طلعنا وتقضينا ووفرنا كل السبل اللي تحافظ على صحتنا وصحة اللي نحبهم. لكن هل فكرنا بالمرضى؟ كيف المستشفيات بيقدرون يوفرون لهم أكياس الدم اللي تحافظ على صحتهم؟ مد يدك، تبرع بدمك وساهم في الحفاظ على سلامتهم. هذا طبعا نتكلم حتى عن دعوة وزارة الصحة الراغبين بالتبرع بالدم إلى التسجيل والاستفادة من تطبيق وتين على الأجهزة الذكية. تطبيق وتين نزلوه على جوالاتكم، وذلك من أجل مساعدتهم في ترتيب مواعيدهم وتنظيم عمليات الذهاب لبنوك الدم بالمستشفيات والعودة إلى المنازل من خلال الحصول على الترخيص اللازم. معي الأخ مشاري المالكي مدير التشغيل في منصة وتين للتبرع بالدم. حياك الله مشاري. خالد شكرا لك،
والقناة السعودية للاستثمار. مشاري عرفني أول شيء قبل موضوع التطبيق، وش الخدمات اللي يوفرها كذلك؟ طيب، وتين هي المنصة الوطنية للتبرع بالدم، وجدت لمساعدة المرضى وزيادة نسبة التبرع التطوعي بالدم من خلال عدة حلول تقوم على أساس ربط المتبرعين ببنوك الدم. أبرزها اليوم هو الحد التقني وتطبيق وتين، بحيث يسهل التواصل بين بنوك الدم والمتبرعين. في عدة خدمات نقوم بتوفيرها مثل تعاونات وشراكات مجتمعية جهات توصيل المتبرعين مجانا، وإيجاد الوعي عند المجتمع. مشاري برجع لك لأن الصوت عندك يقطع، فودي تشوف بس موضوع الاتصال، وإذا في أحد شابك على وفاي حق البيت خلهم يفصلون الله عافيك. خليني أرجع للموضوع، يمكن مبادرة جامعة شنورة اللي هي الفرضية الطبية اللي قام بمركز المحاكاة وتنمية المهارات السريرية. دكتور خليني يمكن أسألك عن أهمية هالمبادرة وكيف الاستفادة منها، وما الذي يقدمه كذلك المركز، هذا المركز مركز المحاكاة وتنمية المهارات السريرية في الجامعة، كذلك غير هالدورة في حربنا ضد كورونا؟ طيب، أشكرك على هذا السؤال. هذه المبادرة هي مبادرة تعريفية ومبادرة توعوية للمجتمع بشكل عام، كيف يتم استقبال. يعني في كثير ناس عندها أسئلة، طيب المريض إذا راح على المستشفى إيش تسووا له، كيف تسووا له؟ فإحنا كانت هذه مبادرة إنه لتعريف المرضى، لتعريف الممارسين الصحيين بشكل خاص، كيف يتم التعامل مع مرضى فيروس كورونا بشكل خاص، وثانيا كيف تجهيز التجهيزات المستشفيات الحكومية بدعم من الدولة لهذا المرض بشكل عام. هذا رقم واحد. نعم. ومركز المحاكاة كذلك غير عن هذه البادرة قام بعدة مؤتمرات عالمية داخلية في مركز المحاكاة، وأخذت ما شاء الله تبارك الرحمن جوائز عالمية. وهذا المركز في مسرح يتسع إلى تقريبا 300 شخص، وكذلك في مراكز تدريبية للوت لاب، هذا لإجراء التدريبات الخاصة والمعلومات لجميع المتدربين على جميع المستويات، سواء من أخصائيين إلى مساعدين استشاريين إلى استشاريين حتى في هذا المركز. جميل. أنا أقول حتى من مزايا الأزمة أو خلينا نقول إيجابياتها، إن شاء الله والله ما يطول أمدها وبإذن الله ونستطيع مواجهتها والتخلص منها قريبا وعاجلا غير آجل، أنها اكتشفنا قصص فخر في 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 الوطن، في أكثر من جهاز، في أكثر من قطاع. أنا لما تقول لي يا دكتور أنه مركز المحاكاة وتنمية المهارات السريرية بجامعة سنورة هو الأكبر على مستوى العالم، نعم. هذه من ضمن القصص اللي فعلا أتولي لا أتفاجأ فيها وأكيد أن نفخر فيها. فأتوقع عندنا قصص في الوطن كثيرة، الأزمة يمكن خلتنا سلط الضوء عليها. خليني أرجع لك يا دكتور، خليني أروح لل الرائد عبد العزيز. رائد عبد العزيز، قبل الفاصل كنت بسألك سؤال، إطلاقكم الحملة في هالفترة والتحذير، هل هذا يعطينا أنه فعلا في تسجيل لعدد حالات بلاغات كبيرة بمخاطر قاعدة تصير بالبيوت في هالفترة؟ أخي خالد، الصوت في تقطيع لكن فهمت سؤالك. بخصوص الحوادث، الأمانة الحوادث في السابق والحوادث في المنزلية دائما هي أغلب الحوادث اللي نباشرها في الدفاع المدني. في الوقت الحالي لا يوجد هناك نسبة خارجة عن المألوف، النسبة طبيعية جدا ولله الحمد، مثل ما كنا نتعامل معها في السابق أيضا نتعامل معها الآن. نعود ذلك إن شاء الله، نعود ذلك إلى ارتفاع، ربما ارتفاع نسبة الوعي لدى المجتمع ولدى الأسر. ايضا نعود ذلك ربما لتكون هذه الحمله اللي اطلقناها في المديريه العامه للدفاع المدني قبل اسبوعين تقريبا، يكون هذا ايضا من مسببات رفع الوعي ونسبه المشاهد العالي للمقاطع التوعيه دائما نشرها في خلال حسابات الدفاع المدني او من خلال حسابات المؤثرين المشاركين معنا او من خلال وسائل الاعلام. ايضا للأمانة هناك وعي وهناك ملاحظه كبيره نسبة الوعي لدى المجتمع، وذلك نقيسها من خلال مشاركاتهم. المؤثرين تقول معاكم مشاركين قصدك في السوشيال ميديا في مواقع التواصل الاجتماعي؟
صحيح. لا أقصد يعني المؤثرين. أي بس مجانية مو بفلوس ولا لا؟ مشاركتهم. طبعا هذا أول شيء هذا خدمة للوطن. فعندما يكون هنا خدمة للوطن الجميع يكون مستعد كان من كان، والله الحمد حنا شعب دائما نضع نصب عيوننا تجاه وطننا أينما نكون، سواء في الدفاع المدني أو في الشرطة أو في جميع القطاعات، وزارة الصحة في جميع القطاعات. والله الحمد نلاحظ جميع المؤثرين والإعلاميين جميع متساندين ومتعاطين في هذه الحالة. جميل. وفي هذا الأزمة إن شاء الله برجع لك أبيك، بأخذ كل شرائح البيت بدأ من الأطفال إلى كبار السن، كيف أننا يعني ننتبه لهم وإيش أكثر المخاطر اللي تصير لهم؟ أروح لأخوي مشاري. مشاري عسى الصوت إن شاء الله واضح الآن. ما أدري إذا واضح الآن. الآن واضح. أرجع بس بإيجاز مشاري، المنصة أو منصة يعني تطبيق وتين، كيف الاستفادة منه؟ إيش علاقته ببنوك الدم عندنا بالسعودية؟ طيب جميل. اليوم أي بنك دم في السعودية قادر إنه يتواصل مع المتبرعين من خلال تطبيق وتين. اليوم وفرنا منصة لبنوك الدم وتطبيق خاص بالمتبرعين، فإذا صار اليوم احتياج في أي بنك دم في السعودية يقدر من خلال التطبيق إرسال إشعار للفصيلة اللي هو يحتاجها، فراح يوصل إشعار للشخص اللي في نفس المدينة بنفس الفصيلة مؤهل للتبرع. بعد كده المتبرع يقدر يسوي فحص مبدئي مكون من 7 أسئلة بحيث يبين مدى أهلية للتبرع، بعدها يقدر يحجز موعد ويتوجه البنك. طيب يعني مشاري في هالفترة الآن يمكن ويعني ومع اكتشاف الحالات في الكورونا ومواجهتنا لها إن شاء الله وجهود الصحة، هل نعاني من نقص في كميات الدم في مراكز الدم؟ للأمانة الأخوة في بنوك الدم الله يعطيهم العافية خططوا لشيء هذا من بداية الأزمة بحيث أنهم يتفادون أي نقص يحصل، لكن حاجة التبرع بالدم مستمرة دائما، واحنا نطمح ان نوصل لتبرع تطوعي. فهذه هي نقطتنا دائما، ان نحث الناس ان تتبرع بحيث ان نساعد اهالي المرضى ونكفيهم البحث عن المتبرعين. جميل. طيب مشاري كيف ايش هي الاجراءات المتبعه في مراكز التبرع بالدم احترازيا في ظل ازمه كورونا؟ طبعا بنوك الدم الاخوه في بنوك الدم من قبل جائحه كورونا الاحترازات عالية جدا بالنسبة للمتبرع، لأن المتبرع جاي يقدم عمل خير. صحيح. يتبرع بدمه، فأي مخاطرة للمتبرع ولو كانت بنسبة 1% ما راح يسمح للمتبرع بأنه يتبرع أو حتى أنه مثلا يدخل بنك الدم. حاليا لو أي شخص زار بنك الدم للتبرع راح يلاحظ أن الإجراءات الاحترازية تم رفعها بشكل عالي، فبداية من الفرز البصري مجرد ما يدخل الشخص البنك، التباعد بين المقاعد أثناء انتظار، تقليل عدد الأشخاص المتواجدين من خلال المواعيد في تطبيق وتين، برضو تباعد الأسرة أثناء التبرع بالدم. جميل. أنا بكمل معك أخوي مشاري بس بعد ما نرجع من هالفاصل. فاصل ولا نعودة؟ الشباب رجاءً رجاء خاص، التجمعات، الاستراحات، الخروج بدون ضرورة قصوى، هذه خطوط حمراء، لنتعاون مع دولتنا وأجهزتنا حتى تنكشف هذه الغمة بإذن الله. أنا واثق تمام الثقة من أن شبابنا على قدر المسؤولية، فلنتعاون جميعاً وحمان الله جميعاً وكافة شعوب الأرض. كلنا مسؤولين، زموا بيوتكم، عارفين احنا طشانين في البيت، لكن في شيء تدله تعلمون اطفالكم الطهي، ترسمون، تسوون شيء مفيد. ما قصرت دولتنا، قال نلتزم في البيوت واحنا طعناهم نلتزمين في البيوت بالحظر هذا، وما يسمى حظر، هذا يسمى استراحة بين اهلنا وبين اولادنا وكل شيء يصلنا. يقولون بس حتى الدواء اذا رحنا للمستشفى قالوا اتصلوا في المستشفى ويصل الى بيتك، بس اعطنا العنوان الصحيح. وهذه دولتنا ما لها جزاء إلا من الله، الله يوفقها وينصرها على من عادها، والله نحن في نعمة ونعيم أكثر من غيرنا. مي يشوف الدول الثانية ما يحصل لقمة العيش وحن كل شيء يصل بيوتنا.
هذه كانت مشاركات المشاهدين عبر نافذة كلنا مسؤول، اللي بإمكانكم إرسال مقاطعكم ومشاركاتكم من خلالها على رقم الجوال اللي يظهر لكم. شاركونا وش تسوون بالبيت، كيف هالأزمة غيرت يمكن عادات عندنا وحنا يمكن اعتدنا عليها، رتبت أولوياتنا. أعطونا وش اللي تبون توصلونه من خلال منصة نافذة برنامجنا كلنا مسؤول، اللي بتكون مستمرة إن شاء الله حتى في رمضان في برنامج كلنا مسؤول. أعيد أرحب بضيوفي اللي معي، الدكتور معد السعاتي المدير التنفيذي لمركز المحاكاة وتنمية المهارات بجامعة نورة، كذلك الرائد عبد العزيز الشمري المتحدث الرسمي للدفاع المدني بتبوك، والأستاذ مشاري المالكي مدير التشغيل في منصة وتيل للتبرع بالدم. خليني أجيك أخوي عبد العزيز، عطني وش المخاطر اللي على البيت. خليني أبدأ معك بالصغار بالأطفال. الأطفال وش المخاطر اللي لازم ينتبهون للآباء لأبنائهم بالبيوت؟ نتحدث عن أدب الوالدين، الأب ورباط الأسر، دائما هم المسؤولين أولا وآخرا عن الأطفال. الأطفال أو الطفل لا يؤخذ على تصرفاته، ولكن دائما في المنازل إبعاد الآلات الحادة داخل المطابخ بشكل بعيد عن متناول الأطفال، كذلك يعني عدم فتح المسابح باستمرار أو غلقها دائما في حال وجود مسابح داخل المنازل. هناك أيضا بعض المخاطر الكهربائية التي لا تكون في الأسفل، يعني ما يكون في متناول الأطفال دائما، استخدام غالبا هناك مشاكل في استخدام القوابس أو الكيبلات، أو بمعنى أصح التوصيلات الكهربائية ذات الغير أمينة. التوصيلات وش مشكلتها التوصيلات عبد العزيز، أو خطرها وين؟ قصدك مع الأطفال يعني؟ مع الأطفال ومع البيت بشكل عام، توصيلات الكهرباء، وش التوصيلة مثلا يعني اللي لو استخدمتها هذه خطر؟ كهربائية كهربائية. يعني أغلب الحوادث تكون في التماسات كهربائية. أعتقد أنه في صوت في تقطيع، فأنا بحاول أوصل المعلومة أن التوصيلات الكهربائية غالبا ما تكون هناك الالتماسات الكهربائيه ناتجه عن توصيلات كهربائيه، اما بسبب ان تكون زياده الاحمال الكهربائيه على هذه الكيبلات او على هذه التوصيلات الكهربائيه، او تكون هناك توصيلات رديئه النوع او الغير مقابله او غير المطابقه للمواصفات والمقاييس، بمعنى صح الهيئه العامه السعوديه للمواصفات والمقاييس، بالإضافة إلى هناك بعض التشققات داخل التوصيلات أو التجرح في الأسلاك سلك الكابل الرئيسي. هذه دائما غالبا ما تكون مسببات للحوادث. طيب. الأطفال نتكلم عن الأطفال مثل التوصيلات الكهربائية، هناك بعض القوابس تكون غير مؤمنة، غير لا يوجد هناك الكابل مؤمن عن الاستخدام الطفل اللي يعني مثلا يضع بعض الأقلام أو بعض الأشياء اللي تكون من شأنها تسبب الحريق. طيب عندك الأسطوانة الغاز وأسطوانات الغاز، كيف يمكن يعني نتعامل معها بأمان؟ طبعا أسطوانة الغاز أنت ذكر الآن في عندنا مسابقة في من خلال الحملة، هذه مسابقة من 5 أسئلة، كل فترة يكون هناك مسابقة على كل سؤال له 4 فائزين. حتى الآن تقريبا طرحنا 3 أسئلة، وكل سؤال الفاز فيها من 3 أسئلة هذه 4 فائزين وصلت لهم حتى الجوائز بعد ما انتهت 3 أسئلة. تبقى الآن باقي سؤالين. السؤال الأسبوع الماضي كان السؤال عن الغاز بشكل تحديد او عن مخاطر الغاز. خلي اللي بالاجابه يتابع حلقتنا. اسلم. نعم، فطبعا مخاطر الغاز دائما ما تكون هناك بسبب تسرب الغاز او عدم حسن التصرف اثناء تسرب الغاز او اثناء الحريق بسبب تسرب الغاز. يعني احنا نشرنا والمتابعين من خلال حسابنا بالدفاع المدني أن هناك خطوات رئيسية تتخذ أثناء تسرب الغاز،
وعمليات فنية تتخذ، من ضمنها على سبيل المثال أو بشكل دقيق أنه يكون إقفال محبس الغاز، ثم إقفال الكابل الكهربائي القاطع الرئيسي، وإبلاغ الدفع المدني وإخلاء جميع من في المنزل خارج المنزل، وعدم العودة للمنزل لإرجاع أي مستلزمات حتى الدفاع المالي. جميل. طيب انا برجع لك، خلني اروح لاخوي مشاري. مشاري، كيف حجم الاقبال على التبرع بالدم والارقام والاحصائيات الى اي يعني كيف تشير لهالجانب؟ الحمد لله الاقبال كبير من مواطنين ومقيمين المملكه العربيه السعوديه، وهذا الشيء اللي عددناه يعني الان ومن قبل. خلني اتكلم عن احصائيات المنصه بشكل عام في البدايه. عدد توثيق التبرعات أو عدد التبرعات المسجلة في المنصة اليوم يصل إلى 600,000 تبرع مسجل، عدد المستخدمين تجاوز 220,000 مستخدم. إذا بنتكلم عن الإحصائيات بس من 1 أبريل إلى اليوم، فعدد المواعيد اللي تم حجزها أكثر من 30,000 موعد، عدد تحميلات التطبيق تجاوز 58,000 تحميل. طيب مشاري، الفصائل الدم النادرة مثلا O ناقص A ناقص على سبيل المثال، طبعا قلت لك A ناقص، أنا فصيلتي A ناقص يعني إن شاء الله أنا أسجل معاكم في التطبيق، لكن كيف يعني تضمنون توافرها رغم ندرتها؟ اليوم عندنا قاعدة بيانات للمتبرعين بفصائل دمهم، فزي ما ذكرت لك البنك الدم يقدر يطلب الفصيلة اللي هو يحتاجها. حلو. مجرد ما يحدد الفصيلة والعدد راح يوصل إشعار للأشخاص اللي موجودين في نفس المدينة مؤهلين للتبرع. طيب كيف أنا أعرف الاحتياج كمتبرع ودي أساهم؟ طيب تمام، بالنسبة لكل شخص يختلف الاحتياج على حسب فصيلته. فأنا كمتبرع فصيلتي أو موجب، مجرد ما أدخل على التطبيق أشوف بنوك الدم اللي محتاجة أو موجب، فأحجز في البنك اللي أحد البنوك اللي ظاهرة أمامي. جميل، إيش تبي تقول للناس أخيرا مشاري؟ أحب أذكرهم بس أنه الدم اليوم لا يشترى ولا يصنع، المصدر الوحيد له بعد الله هو المتبرع، فساعدوا أخوانكم المرضى في المستشفيات، احجزوا موعد واذهبوا للتبرع. جميل جدا. دكتور معد، أخيرا يعني مع فريق العمل اللي يعملون معكم من بنات وشباب الوطن في هذا المركز الأكبر عالميا كما ذكرت، مركز محاكاة وتنمية المهارات السريرية بجامعة النورة، وش يمكن توصلون للناس من قصص كذلك؟ من قصص كذا أن الأمور كلياتها طيبة الحمد لله رب العالمين، عندنا إمكانيات رائعة جدا لتنمية مهارات الطلاب والشباب وأطباء المستقبل. المركز مفتوح وجاهز لجميع المبادرات الوطنية والمبادرات العلمية للاستفادة بشكل كامل من جميع النواحي، سواء من ناحية علمية أو مادة علمية أو مؤتمر عالمي. المركز موجود للجميع وجاهز لاستقبال جميع الفئات العلمية إن شاء الله تعالى. جميل. أخوي عبد العزيز، رسالة أخيرة تبي توصلونها للناس هم في بيوتهم حتى يكونون يعني ينتبهون للجوانب الاحترازية ويحافظون على سلامتهم. طبعا أخي خالد، أول شيء أشكر جميع من ساهم معنا في هذه الحملة، نسأل الله دائما السلامة للجميع، وأتمنى الجميع اتخاذ جميع إجراءات السلامة، وخاصة اقتناء وسائل السلامة المنزلية بأقصى سرعة وإحضارها في المنزل، خاصة في هذا الوقت. جميل. هذا جميع الأسرة في داخل المنزل، فيجب نأخذ حذرنا إن شاء الله. وبالنسبة للحملة راح تكون إن شاء الله مستمرة من هنا إلى نهاية رمضان بإذن الله، وراح يكون اليوم دعوة للجميع الأسر داخل منازلهم، راح يكون الليلة إن شاء الله الساعة 8 إلى الساعة 9 راح يكون هناك محاضرة توعوية عن بعد. على حسابكم في رابط لها صح؟ منشور على المدني، باركود يقدر عن طريقه يدخل عن طريق الرابط أو كود لما الحضور محاضرة، المحاضرة هذه تخص التوعية داخل الأسرة. جميل. جميع الوسائل السلامة تحتاجها. نعم، شكرا جزيلا لكم. الرائد عبد العزيز الشمري، متحدث رسمي للدفاع المدني بتبوك، الدكتور معد الساعات، المدير التنفيذي مركز المحاكاة وتنمية المهارات بجامعة نورة، الأستاذ مشاري المالكي مدير التشغيل في منصة وتيل للتبرع بالدم. الكل يعمل بلا توقف في كل الاتجاهات وعبر كل المسارات لأجل الوطن في مواجهة هذه الأزمة، ونقول ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج، في أمان الله.